الانتخابات البلدية 2018. بلديتي. أحدثت بلدية جرجيس الشمالية بمقتضى أمر حكومي في 26 من شهر مايو 2016، ويغطي مجالها البلدي 7 عمادات، وهي البساتين وديتياب، حس الجربي، خويلغدير، القريبيس، العقلة وشماخة. كما تضم أيضا دائرة بلدية وحيدة بحس الجربي. بلدية تبلغ مساحتها 217.07 كيلومتر مربعا، يقطنها 30,159 ساكنا، سجل منهم في الانتخابات البلدية 15,515 شخصا لاختيار 24 ممثلا لهم في المجلس البلدي المنتخب. يهيمن القطاعين الفلاحي والسياحي على أنشطتها الاقتصادية، حيث تضم البلدية حوالي 1,000,000 شجرة زيتون، منها 100,000 شجرة تابعة لديوان الأراضي الدولية المعروفة بضيعة شماخ. كما تستقطب سنويا منطقتها السياحية التي تضم 10 نزر أساسا بالعقلة وسانجوا عددا كبيرا من السياح من مختلف الجنسيات. لذلك يعتمد عدد هام من أهالي بلدية جرجيس الشمالية على صيد البحري عبر ميناء حس جلابة، اكتسابات المنتظر أن تتدعم بعد انتهاء أشغال الطريق الحزامية التي تربط البلدية بمدينة مدنين وجزيرة جربة، لتكون جسرا يربط المنطقة السياحية بالميناء التجاري وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس. هذه البلدية المحدثة مؤخرا تعاني أيضا من عدة إشكاليات، خاصة بالنسبة للماء الصالح للشرب وشبكة التطهير التي تكاد أن تكون منعدمة، إضافة إلى تهري البنية التحتية والتلوث، إشكاليات ينتظر متسكنو البلدية أن تكون من أولويات المجلس المنتخب وفق ما صرحوا به لميكروفون زميلة شعلة المرجعي. الانتظارات منها عديدة، لا مثل هي زما تنطلق بخطى ثابتة وتتوفر لها الإمكانيات، خلص أنت المعلومة متاعك العتبة، وقت الطالب البلدي باش تهز لك الزبلة، باش تنظف لك، باش تعمل لك الفوانيس متاع الإذاعة، باش تصلح لك الطرقات. ثم معضلة ثانية واللي تتعدى إمكانيات البلدية هي المطبات وإلا الحفر وإلا خاصة في النقاط الزرقاء. عديد الطرقات حديثة العهد وفيها عديد الحفر، المواطن راه هو ما يفقش بها، واحد تسبب في حادث، واحد يضرب له كهرباء، واحد يطيح بشكلات، واحد يتسبب له في اكسيدون بالموبيلات الى اخره. هذا البلديه زاد هنا عندها دور على الاقل في الشرايين الاساسيه باش تصلحهم على الاقل بصفه وقت. فكرونا جرجيس فكرها في نظافتها، في الحوانيت والطرقات، ماذا بينا برشا مساحات خضراء، معناتها حاجة واحد اللي تشرى، وقت اللي يخرج يلقى حتى وني يقعد، حتى ساعة واحد يخرج من الدار يبدأ متنرفز، ماذا بينا يلقى بلاصة يرتاح فيها. احنا ما عندناش هذيني خصوصا في جرجيس، ما فماش جملة. آمال كثيرة يعلقها أهالي بلدية جرجيس الشمالية على المجلس البلدي الجديد الذي سيفرزه الاستحقاق الانتخابي لتحسين وضعية بلديتهم على مختلف المستويات. بلديتي.